تمر أيام الحرب ولا متغير في أحداثها سوى أعداد الضحايا وأثار الدمار الذي تنثره بين الحين والآخر. لا جديد في يوميات اليمنيين غير ارتفاع معدلات الفقر وهبوط الأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى انحدار القوة الشرائية وزيادة أسعار السلع وغياب الخدمات. العجز أصاب الموازنة العامة للدولة وألتهمت الميليشيا الاحتياطي النقدي للبلاد، وتوقفت النفقات التشغيلية في كافة القطاعات، ولم يتبقى أمام اليمنيين بعد ذلك غير الخروج اليومي للمطالبة بصرف رواتبهم التي لم يستلموها منذ 4 أشهر. لم تدع الميليشيا مساحة حتى للاعتراض على رداءة الخدمات والمطالبة بصرف المرتبات، بل ذهبت لاتهام المطالبين بمرتباتهم بالخيانة والارتزاق ومارست ضدهم كافة أنواع الإرهاب. المعاناة شملت حتى المناطق الخارجة عن سيطرة الميليشيا بسبب المركزية الشديدة في الجانب المالي والإداري. وفي محافظة عدن تكررت الوقفات الاحتجاجية لموظفي المؤسسات الحكومية للمطالبة بصرف مرتباتهم وأجورهم المنقطعة منذ سبتمبر الماضي. تشهد مدينة عدن حراكا حقوقيا متزايدا للمطالبة بتحسين الخدمات وعودة الكهرباء. إشكالية غياب الخدمات وانقطاع المرتبات أصبحت هما يؤرق المواطنين في مختلف مناطق البلاد، ولكن مع فارق أن هذا الحق مكفول في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بينما هي مجرمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف الانقلاب. وتلك حقيقة تكشف مدى حجم الفارق بين الميليشيا والدولة، وهي ما تعزز من فكرة أهمية استعادة الدولة حتى من أجل استعادة حرية التعبير كحد مكفول. تبقى قضية حل مشكلة المرتبات العالقة هي التحدي الأكبر التي تواجهه الحكومة، خصوصا بعد تعهد رئيسها أحمد بن داغر بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة. وهذه الخطوة في حال تنفيذها من شأنها أن تعيد جزءا من ثقة المواطنين بالشرعية.